قال أحمد والسالم عضو مبادرة المعلمين إن شريحتهم غيبت وهمشت من طرف الأحزاب السياسية الموريتانية في الترشيحات الأخيرة، وطالبوا السالم بإعمال العقل وإعادة كتابة التاريخ الموريتاني على أسس تضمن مساواة جميع الشرائح الموريتانية بما فيها شريحة المعلمين. وأضاف أن أعلام هذه الشريحة أسقطت أسماءهم عمدا من التاريخ الموريتاني وغيب تاريخهم عن المناهج التعليمية، مما يجعل التاريخ الموريتاني ممتلئا بالغث والتزوير. البيضان عبقرية فريدة كانت عماده في كل أطوار الإنتاج من القلم وما يسطر صناعة وتعليما، والكتاب وما بين دفتيه توشيحا وتجليدا وحفظا، والبندقية وما تطلق، وأحيانا كثيرة كغيرهم ممن يطلق ماسورتها ويسدد رميتها إلى رميتها، والمنجل وما يحصد، والعود وما يطرب، والكلمة المقفاة وما تندب، والمنزل وما يطلب، والسفر وما يوجب، وجماع القول أنهم عماد مجتمعهم كانوا وما زالوا وسيظلون، لأن أسسه قائمة عليهم. إنهم الشريحة الوحيدة التي ترود في اختصاصها وتشترك في كافة اختصاصات الفئات الأخرى، فمن أين تأتيهم المذمة؟